إذا أهلا وسهلا بكم متابعينا ومشاهدينا الكرام، عدنا لكم مجددا من خلال هذا البث المباشر من قلب مدينة إفران وبالضبط من المدخل ديال مدينة إفران، بعدما انتشرت الإشاعة ديال أن الكهرباء ما كايناش بالمدينة وبأن السياح في الظلام، مشينا وفندنا هذه الإشاعة وقلنا بأن المدينة بطبيعة الحال فيها الضوء وفيها الضوء زايد، يعني بالنسبة للسونتر ديال المدينة ما كاينش هذا الإشكال ديال الضوء. عاد دابا درنا بث مباشر وفندنا هذه الاشاعه، ولكن في الخرجه ديال مدينه افران بطبيعه الحال حنا في الطريق، فكيتاكد على ان في المدخل ديال مدينه افران وفي الخرجه ديالو يعني من جهه ايموزار كاينين مجموعه من لوميينير اللي يعني بطبيعه الحال خارجين من لي كونديلابغ. هاد لي لوميينير ما فيهمش الاناره، واش الجهات المسؤوله طافيينهم اقتصادا على يعني الميزانيه، ام انهم محروقين خصهم اصلاح؟ اذا كترصد القناه ديال شوف تي في في هذا الاثناء بطبيعه الحال متابعينا الكرام مجموعه من لي لومينير، يعني الضوايات كما كنعيطوا لهم بالدارجه، لي لومينير اللي ما فيهمش الكهرباء في المدخل ديال مدينه افران، وهذا الشيء لربما كيشوه السمعه ديال هذه المدينه الغاليه على القلوب ديالنا. وغير كنوجهوا ميساج لربما للجهات المسؤوله باش يشوفوا هذا المكان، هذا في المدخل ديال مدينه افران ما كاينش ليكليراج بزاف، كاين بزاف ديال لي لومينير اللي واش محروقين ولا مطفيين الله اعلم، المهم الضو ما فيهمش كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام. ازيد من 10 ديال لي لومينير ولا اكثر اللي ما فيهمش الضو، كاينين اللي فيهم الضو هما هنا وكاينين من الجهه اللي من هنا اللي ما فيهمش الضو. نتمنوا بان الجهات المسؤوله تعطي لهذا الشيء الاهتمام ديالو بطبيعه الحال، خاص يكون ضوء على قبل سلامة المواطنين. نعم خويا العزيز، نعم هذه غير لربما تنبيه للسلطات المحلية هنا والسلطات المنتخبة باش يشوفوا هذا المدخل ديال مدينة إفران بطبيعة الحال من جهة إيموزار راه ما فيهش كاين لي لومينير اللي طافين. كنعاودو نذكروا بأن الإدارة العمومية على مستوى المدينة كاينة على حقها وطريقها وما فيهاش مشكل، ولكن هنا كما كترصد لكم القناة كاين مجموعة ديال لي لومينير اللي بطبيعه الحال اطاشي في لي كونديلابغ فيهم محروقين. ها انتم كتشوفوا محروقين للاسف. الموقع ديال هذا المكان هو في المدخل ديال مدينه افران سويسرا المغرب، وحنا غير لربما تنبيه للجهات المسؤوله كنقولوا لهم بان خاص لربما هذه المنطقه هذه في المدخل ما يكون حتى شي بوله محروقه ولا طافيه، كيبقى لهم تقدير. حنا فقط كنديروا الدور ديالنا كاعلام وكمرآه للواقع اللي كتكرس في السلوغون ديالنا بطبيعه الحال. قناه شوف تي في مرآه للواقع ملي كتكون يعني خصنا نديروا اشاده بكل المجهودات المبذوله على مستوى مدينه افران، فكنقيلوا بطبيعه الحال كنديروا تغطيه مباشره كنبينوا الجماليه ديال المدينه والدور ديال المسؤولين اللي كيقوموا به من اجل الحفاظ على النظافه ديال المدينه والعنايه بها. كذلك ملي كيكون شي نواقص فكنحاولوا اننا نطرقوا لها ونتحدثوا عليها من اجل الاصلاح وليس فقط يعني من اجل يعني المزايدات، من اجل تسليط الضوء ومن اجل الاصلاح. انتم كتشوفوا مازال هاد لي كونديلابر فيهم ظلام، شوفوا هاد لي كونديلابر من المدخل ديال افران بزاف ديال لي كونديلابر ما شاعلينش، ماشي كلشي شاعل، واش هما طافيينهم ولا محروقين؟ فالله اعلم. نتمنوا الصادقين باش لاننا نعطيو اولويه لهذا الشيء وما ناخذوهش يعني يعني غير هكاك، نعطيوه الحق ديالو لان الاكليراج والضوء هو اللي كيمثل دور كبير في سلامات المواطنين. متابعينا الكرام حنا كنتواجدوا الان في المدخل ديال مدينه افران، اكيد كتشوفوا مجموعه من الكونديلابر ما شاعلينش، كاين اللي شاعل كاين اللي ما شاعلش، كنتسائلوا شنو هو السبب، واش هما مخفين يعني حفاظا على الطاقه، ما عرفناش يعني القرارات اللي متخذها المجلس يعني الحضاري هنا بطبيعه الحال، ما عرفناش. نتمنوا صادقين بان يكون خير ما يكونوش يعني محروقين. غنبقاو معكم بطبيعه الحال، قلت مجموعه من لي كونديلابغ اللي فيهم ليكليراج ناقصه، حنا كنقوموا بالدور ديالنا كاعلام خصنا نقولوا هذا الشيء، ولكم واسع النظر انتم كمسؤولين ديال هذه المدينه. ها انتم شوفوا دابا خرجنا ربما من هذه المنطقه، دابا غنشدوا الطريق، ها انتم كتشاهدوا معنا هذه ما كنهضروش عليها طبيعه الحال، كنهضروا على المنطقه اللي فيها ليكليراج وفيها لي كونديلابغ. اذا دابا خرجنا في اتجاه يعني الطريق هنا ما غنلوموهمش لربما، نتمنوا مستقبلا تكون هنا حتى الدوبل فوا وتكون ليكليراج يعني في الطريق ما بين افران وايموزار. حنا باغيين غير خير لمدينه افران لان كنعتزوا بها وكنفتخروا بها كمدينه اللي بطبيعه الحال ما كاينش شي مغربي اللي ما كيعتش بالمدينه ديال افران، في التلج كيقصدوا المدينه ديال افران من اجل الاستمتاع
بالبياض الناصع ديال هذه المدينة، وكذلك في الفصول الأربعة، في الربيع، في الخريف، في الشتاء، إثران مدينة ساحرة محبوبة المغاربة. شكرا متابعينا الكرام، كنحييكم على حسن التبع ديالكم المشاهدة، إلى أمل لقاء بكم في بث مباشر آخر. كان معكم مراسل ومبعوث القناة بالجهة منصف بودري. شكرا، اسمحوا لنا الناس ديال إفران، دائما القناة تلبي الطلبات ديالكم والرغبات ديالكم. ممكن أنكم تواصلوا معنا من خلال الصفحة ديال القناة، من خلال الموقع الإلكتروني، وكذلك من خلال الواتساب ولا الهاتف. قناة الشعب في خدمتكم في أي وقت، مع الشعب، مع المواطن المغربي أينما كان. شكر موصول للسلطات المحلية في مدينة إفران، شكر كذلك موصول للسلطات المنتخبة. القناة ديال شوف تيفي أكيد مرآة للواقع، كتحييكم وكتمسي عليكم بالخير، حياكم الله. غنعطي الخط للزملاء في باقي المدن المغربية. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله.